طون كون قناوي زعما راه خدمت مع المعلمين وشوي ني دون زين امبيونس اللي هي قناويه يعني ما فامي ما غون مير ما غون بير يعني كلهم كانوا قناوه وزعما فهمت داك تا قناوي كنت كنمشي معاهم الطقوس ديال الليله والموسم وداكشي بحق خالد من كبر فهم واحد الحاجه قرا مشى للكونسيرفاتوار وفهم لي نوت كتب وحاولت نفرق ما بين يعني لا تراديسيون والمودرن. اول حاجه استفدت من الطريقه ديال لا كومونيكاسيون اونتر لارتيست كي فيان ديترونجي وكو انا قناوي ما نقولش معلم باقي معلم في الليله مع الوالدين مع الناس تقول ولكن كو خالد سانسي يعني ارتيست خالد سانسي فيه بزاف فيه يعني داخل في لا دونس يعني كشاب ولد اليوم فهم يعني ملي كتلعب مع شي واحد جاي من كوبا هذا كتلقى عندهم لي ريتم ديالهم كنستافد منهم بطريقه ما كنكونش عارف كنستافد منهم فرونسي كنستافد منهم برازيل كنستافد منهم مالي سنغال بوركينا فاسو غيني غابون استافدت منهم يعني كتجمع ما بين هاد الثقافات كامل كيعطيوك حتى قناويت غير خاصك فهمتي تكون الراس صغير كي كنقولوا خصك يكون راسك صغير والمعلمين على راسنا فوق عينينا يعني المعلمين اللي خلاو داك الطابع هذا كنحافظوا على ديك التراث اللي هو قناوه وحنا كشباب اليوم كنزيدوا به القدام ولكن بطريقه اللي هي اكاديمي. تنقول لك جي لونور زعما نعاود نلعب اون فوا عاوتاني مع واحد الجروب اللي هو كوبا يعني في 2022 لعبت مع سيما فانك يعني كوبان حتى هو ولكن ما كيلعبش لافرو جاز وبوحدو فانك وديك بلوز وديك وهاد العام عاوتاني نفس البلاد كوبا ولكن افرو جاز وان شاء الله نخليها لهم مفاجاه ان شاء الله نهار الخميس 22 في ساحه مولاي الحسن مع 12 ديال الليل ونتمنوا نعجبكم ونكون خفيف على القلوب ديالكم واكتشفوا الموسيقى ديال خالد يعني ما بين الافرو جاز و تاغناويت يعني مغرب كوبا راه صاغيت لا ميم غير هي غادي نبدل شويه تاغناويت غتكون شويه تاغنيغ كي كنقولوا ماشي بينيغ ان شاء الله.